هنا الحاجه اللي جبتها المره اللي فاتت يا اخي نعملوا في الديمقراطيه علاش؟ اذا كان ما نقشوش الخيارات الاقتصاديه والاجتماعيه هذه، اذا كان تو سامبلومون الخيارات الاقتصاديه والاجتماعيه قرارها موظف في صندوق النقد الدولي في واشنطن، وانت جست تجي وتصح قال شنو نعملوا الاصلاحات؟ ليش ليه هي الاصلاحات ساعه؟ مو هذا لازم نقشوه، هذا جزء من القديم راه، جزء من قبل 25 جويلية، هو كل الانشائيات نتاع يجب القيام بالاصلاحات، ايش شنو هي الاصلاحات؟ ما تصيرش. مو لازمنا ندقوها، راهو سي محسن الاقتصاد انت تعرف مليح شيء هذا المفروض، ماهوش علم صحيح ا بلس بي، هي مدارس سياسيه، هي وجهات نظر. انا بالله صندوق النقد هذا جاوبني تتفاعل معايا انت بعد صندوق النقد الدولي يمثل وجهه نظر نسمعوه عنده يعني في موازين القوى ما نجموش نتجاهلوه ما نجمو كان نسمعوني هذا وراه الاطراف الدوليه هي تضغط علينا اما نجي اي برك باش نحكي على الحوار شويه مع الحاجه الاخرى نتاع قبل 25 انه زاد نرجعوا كيف قبل نتاع نفسك الوضعيه نتاع احزاب مخترقه من الخارج انا بنبه توا في العجمي كي قال لي يظهر لي مشكله التدخل في السياده اللي فما حكايه شويه الجمعيات مش قلت الجمعيات يظهر لي مخترقين وكلي يمولوا فيهم عن طريق الديمقراطيه لا لا يا سيدي حتى الخيارات الطرف اللي تصنع في السياسه حتى الخيارات انا يلزم يتحل الدوسي نتاع التمويل راه نتاع تلقى ناس ديجا فاتت السقف نتاع الحمله الانتخابيه في النهارين الاولانيين في زوج اجتماعات الاولى كي تشوف الشيء اللي موجود والليكرون الموجوده هي هذاك هو اللي لازم يتجبد يا سيدي هذا الموضوع كي يبدا لك اختراق من الاطراف السياسيه في الحكم غاديك الخطوره انه مساله السياده هشه معقول اما كي تبدا الاطراف اللي اعطيناها الضمان نتاع البلاد وقياده البلاد حولها اسئله منين قاعده تصرف غاديك المشكله ولهنا نجي في علاقه بحركه النهضه تحديدا بما انه العجمي معانا اخي تو انت انا احنا في الوضعيه هذه اخي كيفاش تحب حركه النهضه تتصدر معركه الديمقراطيه كما هي تحب تو قاعد نشوف في البيانات الاخرى نتاع المكتب التنفيذي بنفس القيادة اللي وصلت البلاد للوضع الرائع. أخي هذا توا ما يطرحش زادا. أخي توا أنا سمعت في النهارات الأولى التقييم عاودوها قداش من مرة سنقيم وسنراجع. أخي شنو صار في التقييم والمراجعة؟ بقات نفس القيادة اللي وصلت مش النهضة. لأن يعني القيادة هذه كان موجودة على رأس مؤسسة الدولة وصلت البلاد للوضع هذا. هذا دليل اللي ما تجاوزناش ما قبل 25 مازالت الناس فيما قبل 25.